فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نحن مجموعة من الشباب في شقة، واتفقنا على أن من تفوته صلاة الفجر فإنه يدفع للذي أدى الصلاة مع الجماعة، يدفع له 10 ريالات. والله زين، هذه مصالح، ما يجوز هذا. الواجب ما تخلونه ما يصلي الفجر، توقظون وتروحون معكم، ولا يكفي أنه يدفع 10 ريالات. نعم.